بتشير دراسات المعهد المروري الأردني أنه 768 حالة وفاة من جراء حوادث السير صارت بال 2013. اليوم رح نتعرف على حقائق وأرقام عن حوادث السير بالأردن من المهندس وفائي مساس، خبير بهندسة المرور. صباح الخير أستاذ وفائي. صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم بدنيا يا دنيا. بشكرك أولا وبشكر سدانة وبشكر رندا وبشكر رؤية وبرنامج قرون مميز لإعطاء المجال للحديث عن موضوع مهم كتير اللي هو الحوادث المرورية، واقع وحلول. الواقع بيني وبينك بصريح العبارة أليم، الحوادث عالية، ونسبة الحوادث اللي بتؤدي لقتل أو وفاة عالية، بحاجة للشغل وإعطائها المجال لتنزيل هذه الحوادث. فإحنا إذا بحاجة نتطلع على بعض الحقائق اللي نحكي عنها ونشوف وين الأردن بالنسبة لدول العالم بنسبة الوفيات من جراء حوادث المرور. يعني أهلا وسهلا فيك. في البداية أنت شكرتنا، إحنا ما نشكرك لحضورك معنا لأنه اليوم عم نحكي عن موضوع مهم ومعنا خبير بهذا المجال، فبدنا نطرحه وبدنا كمان نلاقي حلول. أنا بكل صراحة يعني إذا بدي أحكي عني بشكل شخصي، موضوع الحوادث وموضوع تحديدا أنه عم بيصير عنا وفيات سواء من مشاة أو سائقين، يعني بالنسبة إلي صار رعب. يعني صرت أسمي السيارات آلات للأسف الموت، لأنه عم بيكون في تهور كل يوم الصبح. بحكي يا رب يحمي شبابنا، صح. لأنهم في سرعة وفي استهتار، والأرقام بتعكس هذا الواقع أنه إحنا عنا تقريبا كل يوم عم بيموت شخصين من هالحوادث. رح نشوف مع بعض قبل ما ندخل بتفاصيل الموضوع لأنه الأرقام صادمة بالفعل، صح. رح نشوف مجموعة من الصور اللي بتوضح بالعالم قديش حجم المشكلة وبالأردن كمان تحديدا قديش إحنا منعاني من مشاكل وحوادث السير إن شاء الله. بس بدي أفهمك، لما كنت أنا بهندسة المرور سابقا كان في رحمة الله عليه مدير إدارة السير اللي هو العميد حسني علاء الدين، كان يقول لي مهندس وفائي دق ناقوس الخطر. نعم. بالفعل دق ناقوس الخطر بالنسبة للحوادث السير التي تؤدي إلى الوفاة، فبحاجة لتضافر جهود جميع المؤسسات المعنية بالعملية المرورية للحد من هذه الآفة. أنا بنظري هاي آفة لازم نعطيها أهمية. طبعا. أستاذ وفائي، حضرتك عندك خبرة أكثر من 20 سنة بهندسة المرور، ومنها عم تطلعنا على نتيجة أو حصيلة دراسات عملت بالأردن مقارنة أيضا بدول العالم. فخلينا هلأ رح نبدأ كمان شوي بالسلايدات اللي فيها الحقائق. ستنا أحكي لك شوي عن حوادث المرور بالعالم. نعم. مليون، أنا مش شايف كتير واضح عندي كتير اللي هناك، لكن بقدر أطلع عليها هون، 1,200,000 حالة وفاة سنويا بالعالم. بالعالم تخيلي. يعني كل 25 ثانية يقتل إنسان من جراء حوادث السير. 20 إلى 60 مليون إصابة سنويا. نعم. تخيلي لوين. عدا عن هيك كلفة الحوادث حوالي 520 بليون دولار سنويا، هاي بالعالم. هاي بتيجي الإحصائيات من World Health Organization، هي منظمة الصحة العالمية. نعم. هلأ عنا بالأردن الوضع مش سليم كمان. في عنا حوالي 700، يعني ما بين 700 وأكثر قتيل من جراء حوادث السير سنويا. نعم. هلأ لا شك بال 2014-2015 عم تنزل هاي الأرقام، بس لا، لكن لا نزال مرتفعة نسبيا. في حوالي خمس فوق 600 قتيل، أكثر من 600. في حوالي 15,000 إصابة من خلال حوادث السير. بتكلف هاي الإصابات 233 منها حوادث صدم. نعم. حوادث مشاة حوالي 274 تخيلي، و 192 حوادث تدهور. يعني المشاة عم تأخذ الجزء الأكبر من الحوادث اللي تؤدي للوفيات. المشاة، المشاة مهم كتير لأنه الأكثر نسبة الحوادث هي في المشاة. حوالي 10,000 حالة إصابة من جراء حوادث السير. بعدين التكلفة بالفعل حوالي 250 مليون دولار هذا في الأردن. في 250 الأردن مليون دولار. نعم بالضبط. فهاي كتير والله كتير.
فإذا بنشتغل عليها ونخفف هذه الحوادث والنسبة الإصابات والهذا بكون في شيء كويس. قدامنا هلا هون بتفرجي وضع الاردن. وضع الاردن ستنا انا بس عم بحط هون لانه انا مش عم مش شايف كثير هناك. انت بتقدر تاخذ الورقه اذا اسهل لك لانه عادي هون شو عم نشوف؟ واحط النظارات بصير بس انا ورندا كمان نظرنا مش بزياده. ما هو لما بدك تجيب خبير مع سنوات الخبره بصير النظر بضطرين. يا ستي عدد الوفيات لكل 10,000 مركب هذا معيار عالمي يتاخذ لمعرفة حجم المشكلة بالبلد. عدد الوفيات لكل 10,000 مركبة بالأردن 6.7، يعني 6.7 وفاة لكل 10,000 مركبة. إذا بنطلع اليمن أعلى، السعودية أعلى منا. إذا بنطلع منزل على الكيرف تحتاني بنشوف أنه أستراليا 0.55، يعني عم اقل دوله هلا من اقل دول العالم بهيك امور ان هن الدول الاسكندنافيه. شو السبب؟ والسبب تنفيذ القوانين بحذافيره، المخالفات عاليه، قطع الاشاره الضوئيه تسحب رخصه الشخص. فمعطين الحوادث اهميه كبرى من ضمن الامور الثانيه. المعيار الثاني اللي هو عدد الوفيات لكل 100,000 نسمة. الأردن لا يزال الرابع بدول العالم، يعني سيء الوضع. الرابع الرابع أسوأ من اليمن وعمان. اليمن والسعودية وعمان. 12.8 قتيل لكل 100,000 نسمة، وهذا عالي. هلا بدي أحط أحكي شغلة إنه عن موضوع كيف بتصير الحوادث، الجدول الزمني. هاي الإحصائيات أنا أخذتها من المعهد المروري الأردني. مشكورين عم بيعملوا إحصائيات سنوية. لكن تخيل إنه كل 5 دقائق في عنا حادث سير. Every 5 minutes حادث سير. كل 30 دقيقة في شخص يصاب من حوادث السير. كل 30 دقيقة. كل 24 ساعة 10.4 مشاة يصابوا من حوادث السير كل 24 ساعة. تخيلي. هي قدامنا. كل 11 ساعة بيموت شخص من حوادث السير. يا الله. يعني الوضع بالفعل مأساوي وأليم وبحاجة لشغل. هلأ نسبة قتلة مستخدمي الطرق، يعني كيف بنقسمهم؟ لأنه مستعمل الطريق ستنا اللي هو السائق الماشي والراكب جنب السائق. ثلاث عناصر الإنسان والمركبة والطريق. 35.68% مشاة. هذول الوفيات. من منهم 30% الدرايفرز و 33% الركاب اللي جنب السائق. تخيلي. فالمشاة نسبة عالية من اللي بتوفوا من خلال حوادث السير. نعم. هلأ هاي يعني لما تطلع على هاي الأرقام أنا بنظري إنه أرقام بتخوف. يعني لازم نبلش هلأ زي ما حكيت عم تنزل الأرقام هاي بال 2013-2014 من جهود الجهات المعنية. لا شك أمانة عمان وإدارة السير والأمن العام، لكن أنا بنظري لا يزال الوضع بحاجة لتكاتف جهود وشغل أكثر إعلاميا تربويا هندسيا، وبعدين نيجي على موضوع التنفيذ من قبل رجال الأمن يعني العام. إحنا هذا بدنا نستغل وجودك معنا اليوم. لما نحكي سلام مرورية عم نحكي عن أكثر من عنصر، هندسة، عم نحكي عن تربية، عم نحكي عن توعية، عم نحكي عن تجديد مروري. يعني هاي إذا طلعنا عليهم هدول الأربعة أتوقع بيشملوا إنه إحنا لما نطلع من بيتنا تكون الشوارع أمان وسلام. خلينا نبدأ نحكي عن الهندسة. يعني إحنا المفروض كشوارع بالأردن تحديدا بالعاصمة عمان المفروض انها منظمه والمفروض انه في شواخص. شو مشكله الهندسه عندنا بالضبط ستنا؟ اكون صريح معك هلا، لحل هاي الامور في شغله اسمها السلامه المروريه. بالانجليزي بسموها ترافيك سيفتي. هاي اختصاص معين بهندسه المرور. شو هي السلامه المروريه؟ هي اي معيار يستخدم للتخفيف من خطر اصابه مستعمل الطريق للوفاء من خلال حادث السير. هاي 4 نقاط فيها زي ما حكينا: هندسة المرور، التربية، التوعية، والتجديد المروري. بالإنجليزي بسموها أو بالدول العالم المتقدم بسموها تريبل إي، يعني إنجينيرينج، إديوكيشن، وإنفورسمنت. بالنسبة خليني أحكي هلأ لأنه أظن الوقت مش راح يسعفنا كتير نحكي عن كل موضوع، بدنا نحكي عن الهندسة. تمام. الطريق. أيوة. أوكي. هندسة المرور.
هلأ خلينا نكون واقعيين، إذا شخص سائق ملتزم بقواعد المرور، عنده فن وذوق وأخلاق زي ما نحكي دائما، شعار القيادة، سايق سيارة ذات صيانة كويسة مؤهلة أنه تكون على الطريق، أيوة. على طريق مصمم جيدا، نعم. عليه شواخص مرورية مرتبة ومحطوطة بأماكن مضبوطة، في إشارات ضوئية على التقاطعات، في مسارب محددة بذهانات طرق، في أرصفة للمشاة مش مغطاية بأشجار وشغلات زي هيك، مش مفروض يصير في حادث. هاي الطريقة المثلى إنه ما يصير في حوادث. لكن عندنا بالأردن مش هيك الأمور. الشارع مصمم جيدا، حرام الأمانة عمان الكبرى بتقوم بأعمالها على الشوارع، لكن في شغلات كتيرة تنقص هالأمور. يعني خليني أحكي عن موضوع مهم، الشواخص المرورية. الشواخص المرورية هي لغة التفاهم ما بين السائق والطريق، ما في شيء تاني. صح. لما نيجي تكون في شاخصة قف، اللي هي الشاخصة المميزة عن كل شواخص المرور لأنها متممة، حتى تطلع عليها حمراء وشكلها غير عن الإنزامية والمثلثة، ما حد برد عليها. وبنفس الوقت بتشوفي إنه بنحط عليها ملصقات، عزاء الفلاني، احتفال الفلاني، شقة للإيجار. تعرفي قديش بتكلف هاي الشخصة أمانة عمان؟ بتكلف الشخصة حوالي 120 دينار لتركيب شخص. هاي الشخصة، فيا حرام يعني، هاي بتروح المصاري هدر، إنه لا لا لا, لا, لا يعني ما حدا برد عليها، بتسبب حادث، بتسدد حادث، الوقوف التام عند التقاطع. عرفتي؟ فبحاجة لإعادة نظر بموضوع الشواخص المرورية. وأنا بنظري لما كأمانة عمان إعادة صيانة لهذه الشواخص، ولما أشوف في أي ملصق على الشخصة أروح لصاحب اللي حاط الملصق وتتم فيه تعليمات لمخالفة هاي، لأنه بالفعل هاي بتكلف الأمانة غالي، وبعدين راح المعنى من هذه الشخص. طب سؤالي، إحنا عنا نقص بالشواخص؟ يعني اللي بقعد يحكي إنه مش موجود إشارات، مش موجود إرشادات كافية، إحنا عنا نقص؟ لا. يعتبر لا. لا لا الحق يقال، أمانة عمان قائمة بتحط الشواخص، لكن في نقص بصيانة الشواخص. يعني شخصة بنحط عليها ملصق وشغلة زي هيك، هاي بنقص لازم إعادة تظبيط. شغلة تانية بدي أحكي عنها، اللي هي الإشارات الضوئية. الإشارات الضوئية ستنا هي لتنظيم عملية السير، وكمان تستخدم للتخفيف من حوادث السير. طبعاً. كنت بأمريكا من فترة بحكي مع رئيس هندسة المرور ببلد صغيرة 350 ألف نسمة، بقول بيسألني كيف عمان، قلت له والله احنا حوالي 2 مليون لـ3 مليون. بقول لي كم إشارة ضوئية عندكم؟ قلت له والله بحدود 200 إشارة ضوئية. عندهم 300 إشارة ضوئية ب 350 ألف نسمة. قبل صوفية 350. تخيلي، بحاجة الأردن لزيادة في عدد الإشارات الضوئية. الإشارة الضوئية بتنظم السير وبتحد من حوادث السير. نعم. أنا بنظري صح. إنه كتير من تقاطعاتنا بعمان وبالأردن خاصة بحاجة لزيادة وهذا أنا بأكد لك إنه بتخف حوادث السير لما نحط إشارات ضوئية. بتكلف مبالغ لا شك، بس لازم نعطي المرور والحوادث الأهمية الكبرى من المشاكل الأخرى بالبلد للحد من هذه الآفة بالفعل، اللي أنا بنظن إنه لازم الكل يتكاتف ونحد منها. نعم. الطريق بحاجة لإعادة نظر فيها. المشاة عم نحكي عن موضوع المشاة. الله يعين المشاة. الماشي لما يكون رصيف محطوط عليه أشجار، مظبوط، كيف بده يمشي؟ أو كسر، بده يضطر ينزل على الشارع، بندهس. وبعدين للعلم حبيت أحكي لك شغلة بالنسبة للمشاة، نسبة القتلة من المشاة هي ما يعني ما بين 5 و10 سنين. هدول 5 و10 سنين أعمارهم الأطفال اللي بيروحوا على المدارس. فالطفل لما يروح على المدرسة بده يمشي على الرصيف، ما بيلاقي رصيف مرتب، بيمشي على الشارع بندعس. لازم نشدد على المناطق السكنية ذات الدخل الواطي شوي. ليش؟ الأهل بتركوا الولد يروح على المدرسة، بيمشي لحاله، مش عارف، بقول لك روح على المدرسة، امشي على الرصيف بيحكوا له، ما بيقدر يمشي على الرصيف، بيمشي على الشارع. فالحوادث بتصير كتير ضمن الأحياء السكنية ذات السرعة اللي هي 40 وأقل، يعني 40 كيلومتر. لازم نعطيها أهمية كبرى هاي بالفعل. إيش يعني؟ نحط مثلا إشارات، نحط إشارات. وبعدين أكثر من هيك،
الأهالي، لازم الأهالي تعرف توعية. أنا ما نيجي للجزء الثاني اللي هو التوعية. التوعية يا ستي، التوعية بالفعل للأسف بحكي التوعية بالبلد عندنا قليلة جدا. يعني كل وسائل الإعلام إحنا بنمشي على حسب الفزعة. بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بنشوف ملصقات كبيرة بالشوارع، لا تقتل، الحوادث قاتلة، بعدين ما في، بصير عندنا حادث كبير بيموت فيه 3-4، الكل بضج، وبعدين أسبوع زمان. لازم تكون استدامة للتوعية المرورية بالتلفزيون، بالجرايد، بكل وسائل الإعلام، لازم نعطيها أهمية. يعني أنا بنظري شخص تقف، هاي اللي بنحكي عنها اللي هي الشخص المظلومة بعمان، كل يوم يا جماعة قبل الأخبار كثير ناس تسمعها، تنحط فلاش صغير، الوقوف التام عند التقاطع، خلي المواطنين يزهقوا منا قد ما يتذكروها، لأنه يعني ما حدا بوقف عليها، مش عم بعطوها الأهمية عشان هيك عم يصير في حوادث. فبحاجة لتوعية من قبل وسائل الإعلام. هلا نيجي على التربية. التربية ستي بتبلش بالمنزل. إذا الأب طلع بالسيارة وحط حزام الأمان، الابن راح يتبع الاب وراح يحط حزام الامان، مش بس قدام الشرطي يعمل حاله بالضبط. القوانين لا شك لازم تتطبق، بس الولد بيتبع ابوه، انه لما يشوفه الاب وهو بالسياره، يا ابني هاي لما وقف على شخص قف او على اي اشاره تاني يفهمه هاي اشاره قف للوقوف التام. الولد بيتعلم من ابوه. مزبوط. عرفتي هاي حتى اسلوب العصبيه او غيرها برضه بداخل السياره، هذا يورث لابنائنا. عدا عن هيك المدارس ستنا التربيه والتعليم مقصره كثير بحق الحوادث المروريه. من سنين طويله بنطلب احنا كمهندسين مرور، وكأنا عضو بجمعية الوقاية لمحافظة الطرق، واشتغلت بالأمانة فترة طويلة بالمرور، يا ستي بدنا منهج صغير ينحط عن موضوع الحوادث المرورية. صح. ينحط وينعمل فيه امتحانات، خلي الطالب وهو بأول يعني طلوعه بالمدارس يعرف شو المرور، يعرف شو الحوادث، يعرف شو شاخصة. هاي خلينا نيجي عشان نكمل ضمن الوقت، تفعيل القوانين اللي هي الانفورسمنت. يس. الانفورسمنت يا ستي الله يكون بعون إدارة السير والأمن العام. إدارة السير والأمن العام ماخدين عبء كبير على موضوع الحوادث. رجل السير بالأردن ليس لتنظيم عملية السير، رجل السير لتنفيذ القانون وإعطاء المخالفات للحد من هذه الآفة. لكن بالفعل اللي بنشوفه بعمان وبالأردن خاصة أنه رجل السير عم بنظم السير على الدواوير، على التقاطعات، هذا مش شغلته. شغلته ينفذ القانون، يعطي مخالفات على اساس يردع المواطن او السائق لانه ما يساوي هاي المخالفه. بس الله يعينهم، يعني عم اخذين عبء اكبر من حجم، من مش مفروض يساوي الامور هاي. يعني بودي انه إدارة الأمن العام وإدارة السير تبلش تشدد على المخالفات المتحركة. هلا احنا عندنا كقانون، عفوا، هلا احنا كقانون عندنا قوانين. يعني في البداية احنا حكينا مثلا الدول الإسكندنافية عم بتنزل من عدد الوفيات والحوادث، واحنا للأسف لأنه عندهم قوانين، احنا عندنا قوانين، وين المشكلة؟ المشكلة بتنفيذ هذه القوانين. يعني يا ستي إشارة ضوئية بالبلاد المتقدمة مروريا تسحب الرخصة مباشرة، اللي بيقطع الإشارة حمراء تسحب الرخصة مباشرة، لأنه هذا الشخص اللي بيقطع إشارة ضوئية هو شخص قاتل. أنا لما أقطع إشارة ضوئية على الحمراء إذا أنا ناوي للسيارات الثانية قتل فيها. طبعا إحنا تسحب الرخص أيضا، تسحب الرخص، لكن بدها زيادة. أنا بنظري إنه تزداد المبلغ اللي بيدفعه الشخص، الرخصة تنسحب ويعطى مجال أسبوعين 3 إنه يتعلم السائق إنه قطعة الإشارة الضوئية هو عبارة عن قتل، يعني عمد. أنا بقول لأنه بالفعل اللي بيقطع إشارة ضوئية ناوي يعمل حادث. طيب أستاذ بدي أنهي أنا بس بهذا السؤال. هناك في مثلث لأسباب السير، يعني المركبة، السائق، والطريق. نعم. بالحوادث اللي بالأردن النسب عمين أكتر شيء، مين أكتر نسبة بتكون؟ دائما هي الإنسان هو المسبب الرئيسي لحوادث السير. أنا وعالميا معروفة، وعنا إحنا عارفين إنه 90% اللي هو الإنسان اللي بيسبب حوادث السير دائما. تمام. يعني هلأ بدي أعطيك مثال صغير قبل ما ننهي. سائق سيارته كويسة،
طلع على السرعة المحددة معش على شارع كويس، إذا الحق على مين صار؟ علي. على السائق. فالسائق هو المسبب الرئيسي للحوادث المرورية، وحوادث بدنا نشدد احنا على الحوادث المرورية التي تؤدي الى وفيات، لانه الحوادث راح تصير. سياراتنا عم تكتر، في عندنا حوالي المليونين سيارة، 1,200,000 سيارة بعمان. السواقين عم بيرتفعوا، الحوادث راح تضل، بس احنا لازم نشدد على موضوع الحوادث اللي بتؤدي لوفيات. هذه الارقام كثير كبيرة، انه حتى احنا عم ننزل ما زلنا فوق ال 600 قتيل سنويا. نمبر 4 بالعالم هلا، والرابعة الدولة بالعالم يعني سوءا. هذه اظن اكيد ارقام تنبه يعني ناقص الخطر. يا ريت، وبالفعل انا بنظر انه لازم نعطيها الأهمية الكبرى. هي كمان نعم تكمن الصعوبة أنه يعني زي ما ذكرت رندا مثلث. صح. يعني لو مثلا حطيت شاخصة والمشاة ما التزموا أو السائقين ما التزموا على الفاضي، لو التزموا ما في تجديد للعقوبات برضو ما رح يكون العمل متكامل. يعني فهي بدها تضافر جهود دائما ما بين كل الدوائر المعنية، من أمانة عمان لإدارة السير للأمن العام ككل، وبدها والسائق. إذا 90% على السائق لازم بالضبط. كلام سليم. شكرا أستاذ وفاء إمسيس، معلومات جدا قيمة، وإن شاء الله كمان نستضيفك نحكي عن الأزمات المرورية. نعم صحيح. بفقرات قادمة. شكرا لوجودك معنا. أنا بشكركم مرة ثانية، وإن شاء الله يكون صباح خير علينا بدون حوادث. خير على الجميع يا رب. أمين. شكرا لكم.